ورجعنا لكم من جديد وحنتكلم اليوم عن انطلاق في جدة مؤخرا لفعاليات مشروع تحدي القراءة العربي اللي تتبناه وزارة التعليم ويستهدف الطلاب والطالبات من الصف الأول ابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي. صحيح إيمان، طبعا ما هي فكرة هذا المشروع وما هو حجم تفاعل طبعا الطفل العربي؟ بعد تقارير ذكرت بأنه معدل قراءة الطفل العربي يصل لست دقائق في العام، معدلا طبعا ومقارنة بالطفل الغربي يصل قراءته 12000 دقيقة في العام. طبعا يعني نسبة جدا في فرق كبير بين الطفل العربي والطفل الغربي، وهذا اللي راح نتناقش فيه في هذه الفقرة مع ضيفتنا دكتورة نجوى سالم وهي وكيلة جامعة الأعمال والتكنولوجيا. يا أهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي. أهلا وسهلا بيكم. يا هلا فيك. في البداية خليني أعرف منك إيش هي فكرة هذا المشروع ونتكلم أكثر على هذا المشروع. مشروع تحدي القراءة هو عبارة عن مبادرة من حاكم الإمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، تبنى فكرة ومبادرة قراءة حوالي 50 مليون كتاب لمليون طفل أو طالب من المراحل الابتدائية إلى المراحل الثانوية على مدار عام. تدخل هذه المسابقة والتصفية على الوطن العربي في خلال عام كامل، ثم تصفى إلى أن يصلوا إلى المتسابقين على مستوى الوطن العربي بالأكمل. حلو. في بيكون هذا التقديم عن طريق في الموقع الإلكتروني، بيتقدم فيه الطفل والطالب بقراءة حوالي 50 كتاب. أول 10 كتب بيلخص فيها 10 صفحات، يعني كل كتاب بصفحة. ثم بعد ذلك إلى 10 كتب إلى 10 تانيين، مع كل مرحلة بيحصل على باسبور مقارنة بأقرانه الآخرين. يعني ما هي تصفية كده، يعني 10 وبعدين تصفية وبعدين 10، باسبور تاني بألوان مختلفة، أخضر أزرق أصفر، إلى أن يصل إلى المرحلة الأخيرة. حلو. من خلال معايير ولجان تحكيم، هذه اللجان التحكيم بتقيم على أساس المفردات اللغوية، على حسب قدرة الطفل أو الطالب على التعبير، على حسب الاستنتاجات التي ذكرها الطالب في مقدرته على التعبير في تلك الصفحة. حلو. أنت استضفت هذا المشروع هنا بجدة؟ حيكون الاستضافة المشروع تبناه وزير التعليم معالي الدكتور أحمد العيسى، والحمد لله قامت بافتتاحه هنا في المنطقة الغربية الدكتورة هيا العواد، ثم قام بزيارته أيضا وافتتاحه الأستاذ عبد الله الثقفي والأستاذة نور باجادر. قاموا بافتتاح تلك الفاعلية والحمد لله كان في تفاعل، وكانت خلية نحل من إدارة التعليم بالمنطقة الغربية التي ندعو الله أن تحصد أكبر ثمار في تلك الجوائز. فعلا، خاصة بعد المعدلات اللي دوبنا سمعناها في البداية زي ما أسرار بتقول، فمعدل الأبناء عندنا أو الشباب عندنا أو أطفال عندنا بالأحرى معدل القراءة عندهم أقل من متواضع. فبعد يعني مبادرة أو فعالية كهذه، أنتوا إيش الشيء المأمرينه إن شاء الله؟ إيش اللي راح يكون فيه تغيير؟ يعني الحمد لله، يعني ده الكلام سمعته من الأستاذ نور باجادر بنفسها، قالت لي وإحنا بنبدأ بتفعيل تلك المسابقة وجدنا أطفال بعمر 6 سنوات قرأوا أكثر من 50 كتاب بالفعل، هم من نفسهم. فلعلنا يعني نتفائل ونقول ان فعلا ما زال ان شاء الله ترجع تاني القراءه ويكون هذا التفاعل مع تلك المسابقه. صحيح. ان شاء الله. طبعا هذه المبادره كانت تحت اشراف وزاره التعليم. كان في بعض الافكار والمبادرات والمشاركات في هذه في هذا المشروع، فخلينا نكون اكثر في الصوره ونشرح اكثر عن هذه المشاركات والافكار. هي حتكون عباره عن مناطق، انطلقت اول فاعل لها بالرياض، بعد كده تاني مرة المنطقة الغربية بجدة، كان في تعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا باستضافة ذلك الحدث، كان في نوع من التنظيم لتعميم المدارس بمواعيد مختلفة والآخر، تنظيم وتفعيل ذلك يعني، وكان في إقبال من نفس المدارس. المسابقة هي عبارة عن جوائز
يحصدها الطالب ويحصدها مشرف المدرسة وتحصدها أيضا المدارس. حلو حلو. ودكتورة النجوى كمان بتستهدف وقلتي لي الفئات عمرية معينة، فبنتكلم اليوم على فئة الأطفال إلى مرحلة الثانوية، فكيف بتكون بينهم المنافسة بالضبط؟ خلينا نقول من اللي هي الدرجة الأولى، يعني في البداية أنا بأشترك اليوم، نعم، إيش الأشياء اللي لازم أسويها وإيش حيكون النهاية؟ حيكون التسجيل من خلال مشرف المدرسة على المواقع الإلكترونية، بعد كده بيراعى أن يختار الطالب نفس الكتاب وليس مرجع، كتاب وليس مجلة. حلو. بعض المعايير التي يتم فيها الاختيار. بيراعى فعلا، والكلام ده أنا شفته ولمسته بنفسي في المعرض، جميع الكتب على حسب المراحل العمرية للطلاب. ففي كان عندنا سيكشن عاملينه رياض الأطفال، يعني ما شاء الله تنظيم مرتب. كمان كان في كمان ركن آخر لذوي الاحتياجات الخاصة. حلو. كانوا بنفسهم يقرأوا لأقرانهم وتشجيعهم على القراءة. حقيقي يعني أفكار جدا. في قراءة بالإشارة، بلغة الإشارة. فيخلصوا يختاروا هم الكتاب اللي يبغوه. بالضبط، يدخلوا على المعرض. حلو. كان في المعرض حوالي 14 دور نشر على منطقة الخليج، والحمد لله المملكة العربية السعودية من أحد دور النشر اللي كانت متواجدة فيها. ففي كل عمر حيفوز الطفل، يعني مثلا على حسب كل مرحلة. حلو. على كل مرحلة لها فائز. تصفية 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 على حسب كل باسبور، تصفية 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 إلى أن يكون. حلو حلو. أفكار جدا رائعة، وهذه فعلا المبادرات اللي احنا نحتاجها اليوم في مجتمعنا أكيد عشان نرتقي بمجتمع أفضل. بس خليني أسألك، يعني حتى اليوم كيف ممكن لطفل في السعودية أنه يخوض هذا التحدي؟ طبعا احنا عرفنا أنه من خلال الموقع تم مشاركة 71,000 طفل من خلال الموقع. صحيح. فكيف ممكن الأطفال الباقيين لو حابين يشاركون، هل لسه المجال مفتوح لهم بالمشاركة؟ مازال مفتوح عن طريق المدارس. بيتقدم الطفل، بيخطر في المدرسة والمشرف بالمدرسة للتقدم لذلك لتلك المسابقة. حلو. بس دكتورة نجوى اليوم لما بنتكلم عن الإحصائيات، يعني العدد اللي سمعناه صادم، بس نبي نعرف ليه وصلنا ذي المرحلة. يعني زمان كان عندنا الأطفال ممكن حقيقي نمسك كتاب ونقرأ كتب، أو يمكن حتى جيلنا كان بيقرأ كتب. صحيح. الآن صار من النادر جدا، يعني أقل من النادر كمان، أن أنا أشوف طفل يكون عنده اللي هو الحماس أنه هو يمسك كتاب أو يتعلم شيء من كتاب. ولما تشوفيه يقرأ، يعني تقرأ كتاب، يعني حتى أسمع يعني ألفاظ أنه من جدك بتقرأ كتاب، يعني الطفل الصغير انت شفهمك يقول لك لا يطفش، طبعا ما ابغى اقرا، ما ابغى اسوي. صحيح. ليه وصلنا اليوم لذي المرحله؟ اعتقد ان اصبح الكتاب مش من ليس من اهتمامات الطالب. اصبحت اهتمامات الطالب الان وسائل التواصل الاجتماعي. اصبح في كل يد كل طفل وكل طالب، وكل طالب جامعي للاسف يا موبايل يا ايباد. صحيح. يحصل على المعلومه من هنا، من تلك الوسائل. بالضبط. ولهذا للأسف تجدي أنه بعد قراءته لبعض السطور أو الصفحات خلاص يشعر أنه خلاص أنا طفشان، ما أبغى أكمل، خلاص طفش، ما مع أنه هذا الأيباد اللي هو حابه، المفترض المعلومات اللي يتلقاها عن تلك الجهاز، احنا ما نبغى الاحساس، ان نبغى الاستفاده في النهايه، يعني يقرا من اي مكان، مهم في النهايه الكتاب يقرا، يظل الكتاب هو الكتاب. أكيد. يظل الكتاب هو فعلا الوسيله الوحيده. صح. التي نستطيع من خلالها ان نقرا لكي نحسن المفردات اللغويه، لكي نحسن نفس التخيل والابداع للطفل او الطالب. هذه الاشياء. صح. ممكن نبداها مع الجيل اللي هو الجديد، يعني ممكن نرجع ونحبه في الكتاب، بس هل الجيل اللي خلاص يعني نشأ وكبر، هل ممكن نرجع نعوده على أو نحببه في هذا الكتاب؟ لسه في أمل يعني؟ خلينا نبدأ مبادرة من هنا من البرنامج للتوجيه أيضا لطلاب الجامعات والجامعات. صح. أن يشاركوا في تلك تحدي القراءة، ألا يكون فقط قاصرا على الثانوية العامة. صح. لماذا لا يكون أيضا على نفس الجامعات، أو يكون في نفس الجامعة حاجة اسمها نسميها القراءة الحرة. يكون هناك زي جروب نوع. جروبس. هذا الجروب لطلاب يجتمعوا في مكان واحد. كل واحد بيقرأ كتاب، ومن خلال هذا الكتاب يلخص الكتاب، ويحصل فيه نوع من نقاش محتوى ذلك الكتاب. وهم الطلاب في هذه المرحلة يقول لك، يعني أتوقع أفكار الطلاب أول فكرة حتقول لك أنا مثلا
اوريدي انا ملزومه بكتب الجامعه فبقراها، كمان في وقت فراغي اقرا كتب ثانيه. بس هذا حتكون من اختيارك. هذا التفكير الاول. التفكير الثاني ممكن تقولي طب انا حقرا هذا الكتاب هل عليه درجات؟ لا ما عليه درجات، ولكن هذا تفكير الطلاب لزيادة المعرفة والثقافة فعلاً. للطالب بالضبط. وإحنا لو نوصل هذه الفكرة فعلا للطلاب وليس فقط أنه هو أداء واجبات ومناهج دراسية بالضبط. حتى لا يكون هناك تحدي للإدارات والمؤسسات التعليمية. يعني هم قدام كان أمس تحدي في تطوير المناهج، الآن أصبح التحدي في زيادة الكم المعرفي للطالب. صحيح. بس مين يعني أولى اليوم بهذا الاهتمام؟ هل الصفوف الأولى أو الصفوف اللي هي في الثانوي والمتوسط وهذه الصفوف؟ خلينا نبدأ بالأسرة أول. قبل ما نبدأ بالصفوف الأولى والثانية والثالثة نبدأ بالأسرة. أيوة. نبدأ بالأم، نبدأ بالأم التي غاب دورها في قراءة كتب لأطفالها. نبدأ بالأم التي الآن أصبح عليها عبء بتوعية أبنائها لأهمية القراءة. بعد القراءة تأتي مرحلة البحث العلمي. بس دكتورة نجوى كمان أحس الأمهات كمان على قد ما هو دورهم جدا مهم، الكثير من الأمهات كانوا يقرأوا لأولادهم بس أولادهم ما هم متقبلين الفكرة، وهذا شيء لشيء واحد عشان يمكن في مرحلتهم الدراسية بدأوا يكرهوا الكتب، الناس صار يكرهوهم في الدراسة، فصار بالنسبة لهم جامعين الكتب اللي من اختيارك اللي ممكن تفيدك لحياتك الشخصية وتبني شخصيتك، جامعها في نفس الكتب اللي هي كتب الدراسة اللي تفكرك بالأستاذ كذا كذا اللي أنا ما أحبه بالمادة اللي كذا صحيح. كذا هي لما بس هي لما تختار الكتاب هي بتختار الكتاب الذي يحبه نفس الطفل أو نفس ابنه في أي مرحلة عمرية. طب أنت خدت المعلومة من المكان الفلاني، هو يبحث عن معلومة، طب صح. ادخل للمرجع الفلاني وفي الكتاب الفلاني هتلاقي المعلومة كده. هي في نوع من الحس زي ما بنقول خفي لنفس الطفل ان هو يبحث عن المعلومة صحيح، او حتى لما يسألها ويقرأ. عن معلومة ما بدل ما هي تجيب له هذه المعلومة او تعرفه هي تقول له روح ابحث وانا ابحث ويشترك في اللي احنا كده. انا بسوي بالضبط. ابحث عن المعلومة، اقرأ اول وهات المعلومة وبعدين ارجع اعملي ديسكشن نقاش في المعلومة اللي انت جبتها. حلو، يا ريت فعلا كل الاسر تمشي على هذا المنهج. طب هل في افكار ثانية ممكن انه احنا هل يعني مبادرات او اشياء ممكن نسويها في جامعاتنا ومدارسنا بحيث انه احنا نحبب هذا الجيل في القراءة اكثر؟ زي ما احنا ذكرنا نفتح مجال القراءة الحرة لجميع المراحل، ألا تكون هي فقط عبارة عن مناهج ومقررات. في كمان زي ما بنقول في حصة ترفيه، في كمان حصة أخرى للطالب لكي يكون في نوع من زيادة الثقافة والمعرفة للطالب. كتاب يقرأ من كل شهر في كل فصل، ثم يتم مناقشة ذلك الكتاب من خلال نفس المشرف أو المدرس أستاذ نفس الفصل. حلو حلو. بس لما نعرف كمان بعد هذا كله أو هذه المسابقة والمبادرة إيش هو حجم الجوائز المرصودة اللي راح تتوزع لهذا التحدي وكيف حتوزعوها؟ يعني مو إحنا اللي بنوزعها، هي نفس النفس اللي بدأ المبادرة هي هيكون التوزيع من خلالها. هي أول جائزة بتكون حوالي 150,000 دولار، 100,000 دولار بترصد للطالب لكي ينهي فترته الدراسية مرحلة الدراسية، و50,000 للأسرة نعم للأسرة، 300,000 دولار للمشرفين وهيئة الإشراف، حوالي 1,000,000 دولار للمدارس وموزعة لجميع الإشراف وهيئات الإشراف والإداريين بالمدارس صحيح. حتى كل من شارك. ولذلك انت لما تشوفي المعرض يعني كم من اقبال الطلاب، يعني فعلا شيء مشرف. حلو. صحيح. حلو. وشيء يعني نرجع مره ثانيه شكل الكتاب اللي فعلا نسي يعني نسي لانه لسه خلاص بقى ارشيف، لا صحيح. رجع ثاني شكل الكتاب فعلا. لانه دكتوره نجوى كمان من الاشياء اللي مهمه انه الكتب اللي هي في الايباد او اي مكان الكتروني غير الكتب اللي تتمسك في اليد، وفعلا الاضاءه تفرق انها توصيل المعلومه انه الواحد يركز كمان فيها. في الايباد انت بتتصفح المعلومه صفحه تلو الاخرى وبتنهيها، اما في الكتاب فانت بتكوني جدا سعيده انك انت نهيتي الكتاب. صحيح، بتحسي انه في انجاز فعلا، سويتي انجاز. نعم، وترسخ المعلومه. صحيح، ان شاء الله بعد هذه الفقره كل الاطفال وكل اللي قاعدين يتابعونا اليوم يبداوا بالقراءه، وبدايه زي ما ذكرتي بالاسره. دكتوره نجوى سالم نورتينا اليوم في برنامج سيرتي، واكيد نشكر حضورك معنا. شكرا. انا اشكركم جزيلا، شكرا لكم. طبعا متابعينا فقرات سيرتي باقي مستمره، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.
في سيدتي بعد الفاصل. ما هو الفيجوال آرت؟ لنتعرف عليه برفقة الفنانة البصرية دنيا الشطيري.